غزيليلا فاستيديوزا هي بكتيريا تصيب عددا من أصناف النباتات خاصة شجرة الزيتون. وحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن هذه البكتيريا أصابت النباتات بالعديد من البلدان، منها بعض دول البحر الأبيض المتوسط، وتمثل تهديدا كبيرا للرصيد النباتي الوطني. لذلك يعزز المكتب آليات الرصد والمراقبة الصحية النباتية لتفادي دخولها إلى المغرب. هذه البكتيريا الحمد لله غير موجودة في البلاد ديالنا، وكتشكل واحد الخطورة اللي كتهدد الرصيد النباتي ديالنا. الخطورة ديال هذه البكتيريا كتجلى بأنها كتصيب عدة أصناف من النباتات، اللي كتجاوز هذه الأصناف 350 صنف من النباتات والأشجار المثمرة. وهذه البكتيريا كانت منتشرة بواحد السرعة كثيرة، سواء عبر الحشرات الناقلة للبكتيريا أو عبر هد النباتات سواء الزينة أو الأشجار المثمرة. المكتب يخضع جميع النباتات المستوردة تلقائيا للمراقبة لتفادي دخول هذه البكتيريا التي تعتبر من آفات الحشر الزراعي إلى بلدنا، ووضع مجموعة من الإجراءات الوقائية. الإجراء الأول وهو تعليق استيراد النباتات العائلة لهذا البكتيريا اللي هي بكتيريا غزيليلا فاستيديوزا. الإجراء الثاني وهو إلزامية الحصول على رخصة الاستيراد لنباتات الزينة أو الأشجار المثمرة. الإجراء الرابع وهو تعزيز المراقبة عند الحدود لتجنب دخول هذه الآفة. الإجراء الرابع وهو تحسيس جميع المتدخلين بما فيهم الفلاحة أو المستوردين. المكتب يدعو مختلف المسافرين الراغبين في القدوم إلى المغرب لطلب المعلومات حول شروط استيراد النباتات من مصالحها، وكذا تجنب إدخال أي نبات غير مصحوب بوثائق الصحة النباتية اللازمة لتفادي حجزه وإعادته أو إتلافه.